بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أنا راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، خريج برنامج الماجستير نيابة عن زملائي الخريجين والخريجات. يسعدني أن أرحب بسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية. كما يسعدني أن أرحب بمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وأصحاب السعادة. والسادة أولياء أمور الطلبة والطلبات في حفل تخريج الدفعة الرابعة من الجامعة الكندية في دبي. أيها الحفل الكريم، لقد حرصت القيادة الرشيدة لسمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأخوانهما أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، حفظهم الله جميعا، للارتقاء الدائم بالمنظومة التعليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لتلبية متطلبات الاقتصاد المعرفي العالمي للإنسان في الدولة، ولتصبح دولة الإمارات قوة تعليمية أكاديمية جاذبة وفق أرقى المعايير. فنحن نحتفل اليوم باسم 70 دولة أوفدت أبنائها إلى الإمارات، وهي شهادة بوصول المنظومة التعليمية في دولة الإمارات إلى العالمية بفضل الله تعالى وجهود قيادتنا الرشيدة. زملائي الخريجون والخريجات، إذا كان للعلم معيار فهو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم. فهو من توج العلم والتعليم خلال رعايته الدؤوب لتكريم التميز العلمي والبحث الأكاديمي بكل أنواعه، والتي جعلت من أسمه نبراساً للعلم يتسابق إليه الطلبة والمعلمون والباحثون والمؤسسات العلمية من شتى أنحاء العالم. ونحن اليوم لا يضاهي فرحتنا بالتخريج إلا فرحة تشريفكم لحفل تخريجنا، فشكراً جزيلاً لكم على هذا التشريف الغالي على قلوبنا جميعاً. معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، إن هذا اليوم ما هو إلا احتفال بثمرة نجاح معاليكم، فلقد كنتم معلمنا الأول وملهمنا وأساس عمل علمنا وعملنا، ونجاح أبنائك الطلبة في هذا الحفل تم بفضل الله تعالى وبفضل احتضانكم لمسيرة التعليم العالي منذ نشأته في دولة الإمارات. فاستطعنا بفضل البصمة الواضحة التي وضعها سموكم للحصول على برامج تعليمية وأكاديمية من خلال الجامعة الكندية في دبي التي كافأتها برعايتك الدؤوبة. فلولاك لما نجحنا، ولكننا اليوم محتفلين على هذه المنصة. أخواني وأخواتي الخريجون والخريجات، نحن اليوم نتقلد وسام التخرج ونحصد ثمار جهودنا واجتهادنا، فإننا بذلك نتأهب لبداية مرحلة جديدة من حياتنا ونضع أقدامنا في بداية الطريق. فعلينا أن نتذكر دائماً أن النجاح في الحياة يتطلب مزيداً من بذل الجهد وإتقان العمل وعدم التواني في تحصيل العلوم والمعارف ومواكبة المستجدات العصرية، والحرص على الاستفادة من إيقاعاتها وتطورها. أولياء أمور الطلبة والطالبات، شكراً جزيلاً لكم، وهذه تحية تقدير وعرفان لكل ما بذلتموه لإيصالنا بهذا اليوم، ونحن نعدكم بأننا سنكون دائماً مفخرة لكم وعند حسن ظنكم بنا إن شاء الله. ختاماً، فأني أتوجه بالشكر الجزيل لأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية على ما يبذلونه لتطوير الجامعة وخدمة الطلاب من أجل أن يظل اسم الجامعة الكندية رمزاً لنا على مر الأجيال. أسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع ويوفقكم لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.